الفن التشكيلي العراقي. عندما تسمع هذه الجملة وهذه الكلمات فإنك بالتأكيد ستستحضر تاريخا كبيرا لهذا الفن العريق. والمعارض الفنية التشكيلية ما هي إلا أرشفة لهذا الفن لما تحمله من قصة عراقية، بغض النظر عن السوداوية التي تحملها بعض العناوين، فامتداد الماضي التشكيلي مهم ويشير إلى أن المساحة اللونية على المربع الصغير هي طلاسم تحتاج إلى ترجمة نتركها لعقل المتلقي الوسيط بين الإنسان العادي والمثقف. وبالتالي فإن الفنان يسعى دائما لخلق مساحة متقاربة بينه وبين المتلقي. فلو تكلمنا قليلا عن الذائقة الفنية ومدى مقبولية الفن بشكل عام والفن التشكيلي العراقي بشكل خاص لديه، فإننا سنصطدم بعوارض أهمها العارض الديني والسياسي والإنسان البسيط والمثقف. كل هؤلاء لهم دور في تطور الفن التشكيلي العراقي، ولهم رأي أيضا في إنتاج عناوين اللوحات. اليوم وبعد التعثرات التي لاقاها الفن التشكيلي، إلا أن هناك خطوات جيدة للنهوض به عبر إنشاء قاعات العرض والبحث عن الفنانين الذين لهم القدرة على أن يضع جانبا من التاريخ العراقي وحضره داخل إطار مختصرا هذه الحقبة أو تلك بعدة ألوان اختارها الفنان لتكون عنوانا للوحته. لبرنامج بيت الكل، أركان الجابري، بغداد.